الحياة أرجوحة، إن لم تتمسك بحبالها وتمرح تسقط في الهاوية. أهلا بك في زيا. رياضة شكرا. عجبتك الأرجوحة؟ وي بيان سور، بصح وشاك موجد لي. مي معليش خلينا نروحو. خلينا نروحو درجة بدرجة. على بالك رياضة تفكرني في زماني. كنت تحبي الأرجوحة بزاف؟ موت موت. يعني أرجوحة حياتك، حطاتك عندنا في أرجوحة حياة برنامج بعيدا عن السياسة. عادة في زي أنت صريحة في حياتك ولا لا؟ لا بيان سور. علاش تحبي تكوني صريحة ومتخبيش على الناس؟ ما نحبش نكذب على الناس. ديجا باش يحبوك الناس ما لازمش تكذب عليهم، هذه واحدة. وكي تكذب يجي النهار وين يفيقوا بك. وي صح في زي انت راكي مستعدة باش تصارحينا في هذه الجلسة الحوارية الشيقة جدا. احكي لي شوية على مرحلة طفولتك، كيفاش كانت؟ دون لونسومبل الطفولة تاعي كانت هادية. واش حبيت تعرف صديق؟ هذا ملخص صغير. كنت قبيحة عاقلة؟ لا قبيحة ما كنتش قبيحة. ما كنتيش قبيحة، بصح انا عندي مصادري الخاصة قالت لي انك انت كنت شوية على مافيا رجلاوية. كانت تقيس بالموس. نو ما تقيسش بالموس بصح بالمعنى تاع. لا لا كذبوا عليك. كنت رجلاوية صح؟ نو مش رجلاوية، كنت رجلاوية. ماشي رجلاوية دوك كومون ديغيش، يا نوتخ مو سادير. كنت ندوري بزاف مع الولاد. ندور بزاف مع الولاد من صغري. مون بير كان يقول لها الماماغ كي يجوز هكذا. كنت نقرا في عقبة، وكم احنا كنا في القصبة. ومن بعد يقول لها كي يجوز هكذا باسكو يجوز على عقبة. ومن بعد يقول لها انا بنتك، يروح عند ماماغ يقول انا بنتك جامي شفتها مع البنات غير مع الولاد. ميم كي نحل ليزيكزيرسيس ديالي قاعده في الدروج، شت الدروج تاع عقبه تماك قاعده. صعب هذا نقله نوعيه بين الصغر والكبر في زي. نو قاعده اون تران دو 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 فير مي زيكزيرسيس مع الولاد، جامي تشوفني مع الطفله. بصح ما عنديش بروبليم مع البنات، ما عنديش بروبليم مع البنات. مي شغل ومازالك الان تفضلي يعني تفضلي تقعدي مع ماك اكثر من اللي فيه. وي باسكو دوك نقول لك كاينين غيزون على نقعد مع الولاد اكثر من البنات. هي اون جينيرال لا فام على فام الي توجور جالوز، مي الراجل مع المرأة نو. راح نهضروا في هذا الموضوع اكثر واكثر. لو كان يعرضوا عليك الان يعني في هذه الايامات دور تاع مرأة رجلاوية تاكسبتيه ولا لا؟ جو نسي با بوتيتر بوتيتر. وشنو هو الدور اللي تقولي عليه لا لا؟ هذا الدور اللي نقول عليه اللي بالك لو يعرض على فيزياء وقلتي تقول عليه لا لا ارفض هذا الدور. نو اما دور وشنو هو الدور جوستومون سي ما كيستيون. الادوار راني حابه باسكو مانيش حابه نقعد في لو ستيل تاع المراه عاقله ولا المراه القبيحه. راني حابه زعما باغ اكزومبل لو رول يديروني متشرده. الله متشرده. وعلى بالي وعلى بالي جو سوي بور لي رول دو كومبوزيسيون باسكو جو بو لي فير. باسكو وحده مهبوله جو بو فير وحده مهبوله بورتون جامي درتها باسكو كوم جو سوي تري سنسيبل جو بو فير واقيلا المهبوله فاسيل. مليحه الكونترول راهم يقولوا لي انه حمزه عنده حاجه وحاب يدخلها لي البلاطو. حمزه يلا تفضل خويا وراك يا حمزه. وش راح يمد لي نكتشفوا مع بعض. ميرسي حمزه صحيت. بصح شنو هذا؟ او تورنوفيس واقيلا حطيه. بون هذا تورنوفيس بصح المشكل سيكو ايوا هو راه هاوليك تورنوفيس. بصح فيزياء عندها هيستوار مع تورنوفيس. تحشموش تعصب تحشموش منين جبت قصة التورنوفيس؟ ما يهمكش منين جبنا قصة التورنوفيس، احكي لي الهيستوار تاع التورنوفيس. هذا التورنوفيس قصته كبيرة. يلا احكي لنا المشاهدين. هذه كنت صغيرة الاج دو 6 ans، كان عندي 6 سنين سوا سوا. كانت ماميغ على ليبوك، كنت انا وخويا، كانوا عندها زوج خويا الكبير وانا. خلاتنا في الدار وهي تخرج، ستادير كي تخليك في الدار تغلق الباب نورمال، ماشي كيما لا جينيراسيون تاع دوك. باسكو كنا عاقلين باش تخلي ولادك وتغلق عليهم بالمفاتح، سي كنا عاقلين. هذاك النهار كنا دايرين لا سيست، ماميغ ما كانتش في الدار. ناض خويا الكبير هو الاولاني، كان عندنا ان فوتوي اون كوير
كنت تفرش عليه غيرني كلنا هذاك من شريناه جديد وغالي كان يعني مازالوا غالي يعني كان غالي مازالوا على بوك الكوير كان سيتي با دوني كيما انا صبتو تقب ديجا لا موتشي تاع الفوتوي خرج له حتى لي بوش خرجوا بعد قلت له خويا واش راك دير قال لي جيبي تورنا فيسور واحد تقبي معايا الفوتوي خيخة ماما اليوم تقتلنا قال لي لا لا وبعدين شرو واحد اخر قلت له وين صبت التورنوفيس كانت عندنا واحد القله تاع الفخار كنا دايرينها في لوكوا كانوا دايرين باسكو كان شويه ضيق كنا دايرين لي تورنوفيس دخلت يدي جبت التورنوفيس اجبد 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 هذاك الفوتاي ما ولاش وعرف شو لك بيان سور فلاطه ماما غير سمعنا الفاتح تاع الباب امينه كلش تخبينا كل واحد وين تخبى يا كي حلت الباب شافت لا سيربريز اش تعرف ناس زمان السوغان العياط انا نرجف هو نورمال وبعد اللي حكمتها الاولانيه انا هي كي نقول لك عطاتني فراش عطا كانوا يضربوك بزاف كي كنتي صغيره لا جامي ما كانوش يضربوك بالك باسكو كان عندك كنز كي كنتي صغيره لو كان يعني كان يتباع هذاك الوقت لو كان راكي فري لاباس بيك دوكا خلاص دوك عنده تورنوفيس واش من الكنز انا قالوا لي بلي كان عندك كنز كبير بزاف يا هضرة واش من الكنز احكي لي الاستوار تاعك ايه مع القمل في زيرو والله ما تحكيش معاه والله ما في زيرو مانيش قادر نشد السيريوم اللي هضروها نورمال نهضروا عادي عادي رياض علاه نورمال عادي الناس كامل مقبلين ما قالوش مقبلين انا فضحتني كنت كان عندك القمل في زي يعني العلاقه دي كلها كان عندها قمل يا ودي ما نقولكش قلت لك لو كان بعته لو كان ما كانش وحده عايشه كيما انا كنت السنه الاولى ديالي اللي دخلت فيها المسيد سنين نفس العام دخلت وبا ما نعرفش شنو القمل ما نعرفوش حنا على بوك ما نعرفوش شنو القبل كان على بوك كنت الاخر تاع القمل انا جيت هكذا بديت نحك في راسي نحك بارتو انا قلت نورمال كان ياكلني مي انا قلت نورمال ما شافتني ما ميغ نحك في راسي قالت لي واش راكي تحكي في راسك واش عندك في راسك قلت لها ما على باليش ياكلني بصح ما على باليش قالت لي روح راح تحطتني واش نقول لك غابة بلك قليل يعني عادي كل اغلب الجزائريين كانوا يعانوا من هذا المشكل في زي شفناك في العديد من الادوار تبكي لكن في الواقع تاعك يعني انت سهل جدا باش تبكي في زي ولا لا لا سي فاسيل وشنو هما اكثر الحوايج زعما اللي العفايس اللي خلوك تبكي فاسيلمون كاين المواقف خلينا نقول فوالا مواقف كاين باسكو كي نكون في دون ان تورناج لازم جو مو كونسونتر باسكو باش تبكي سي با فاسيل هذه هي الميزه الصعيبه كاين دي كوميديان دي زاكتور ولا دي زاكتريس ولا دي كوميديان ولا دي كوميديان سكيفي الحاجة اللي واعرة عليهم هو البكاء بصح اغلب الدراسات تقول الحاجة سهلة كاع سهلة ما لا تتفكري كاش مواقف تحطيهم في راسك تفكر تفكر وشنو لازم جو مو كونسونتر زعما يكون لو سيلونس لو سيلونس كيما اللي رانا فيه دوكا فوالا جو مو كونسونتر نتفكر حوايج ومن بعد سي بون طيب فيزياء توغورتي ما هي اخر الكلمات التي قال لها او قالها لك زوجك قبل أن يرحل أكيد شافية هوي صديق نكمل في الدومين ديالي جولي فعل السينما سافي لانتان اي جي با بو و فوالا قال لي ديري الأمنية ديالك فوالا فوالا ودرت الأمنية ديالي يعني كان يشجعك من أكبر المشجعين ليك في التمثيل وي أثناء تمثيلك الفيلم نساء وقدر عايشتي يعني تعايشتي مع المرضى اللي كانوا لتم يعني ولكن صارت لك حادثة أنا يقولوا لي دوكرهم يقولوا لي باللي حادثة التبيخة أنا مانيش فاهم كان عندي
فيلم تاع نساء وقدر هو سابار سور لو كونسير دو سان و لو توناج كان في بيير ماري كوري وانا كوم سيتي اول دور ليا اللي كان صعيب باسكو جامي نعرف شنو سي كوا لي دولور دان كونسير دو سان سي كوا كومون لي سيمتوم كيفاش يجو اي تو ومن بعد كي كنا في بيير ماري كوري جي تروفي دي مالاد دي مالاد لا يشوف كل وحده تحكي قصتها اي تو شفت وحده مسكينه صغيره لي جون هما في بالهم بالهم باسكو ما شافوش لي كاميرا كي شافوني صارت لهم بلي صح جيتي اتان دو كونسير ما شافوش ils ont pas vu la caméra parce que ma maquillage et tout un ballon blé ça parce que une fois qu'on a déroulé une scène في واحد لا شوم هما كانوا اكوتي باسكو هذاك هذاك لو سيرفيس ما كانش بيد كانوا فيه لي مالاد وعطاونا باش نتورنيو فيه وانا كنت دون اون شوم سيتي اون سيكونس فريمون تاع لي زعما لو ميدسان il vient m'annoncer que لازم ينحوا لي الصدر ديالي وانا جي با اكسبتي ما مالادي وفي في التورناج زعما جي كومونسي ا كريي كوم كوا بلي سيتي فري هما كانوا يسمعوا بعد غبطهم قالت لها شتي شكون هي السور مسكينه واقيلا ديك قالوا لها عارف قالوا لها المالادي ديالها ما حملتش يتو كي خرجت هكذايا زعما ما قدرتش نقول لهم اني ندير في فيلم جاو هما ليا قالوا لي بلي كوراج و هذاك فريمون واحد ليموسيون تالمون تالمون كو كانوا يكورجوا فيا ما قدرتش نقول لهم بلي راني نتولي في فيلم باسكو من بعد عرفت بلي هما اللي عندهم هاد لا مالادي ماشي انا ومن بعد بالعقل من بعد جي با بي تونير لو سكري قلت لهم فوالا يا ودي ماشي انا مانيش مريضه وشنو راني ندير الفيلم تاع لو كونسير دو سان شغل عجبهم عجبهم قالوا لي وي سي بيان باش الناس يتوعوا ويعرفوا شنو ايتو شفت وحده مسكينه دائما جابده روحها ما تهضر مع حتى واحد تهضر معايا غير انا مع ما 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 مع لي مالاد ما تهضرش رحت ليها هضرت معاها قالت لي فوالا تحكي لي قلت لها كيفاش وكوراج صادير يفوا افوار لو مورال سي با لا مالادي كي تو وي قلت لها لازم يكون عندك كوراج باسكو ماشي المرض الكونسير ما يقتلش سي المورال لازم تتقبلي المرض ديالك قالت لي ما ننجمش تو ما بدات تحكي لي قالت لي بلي فوالا راجلي رماني جارماني واحد يزوج عليا قلت لها انا ليستوار سي سا l'histoire dans le film voilà c'est un message pour les pour le public بدات تحكي لي هكذا بعد قالت لي غدوه ان شاء الله راني داخله البلوك قلت لها ان شاء الله ربي يطلعك على خير قالت لي بصح في قلبي حاجه قالت لي حابه ناكل تبيخه قلت لها على قداش راكي مبروغراميه قالت لي على 10 تاع الصباح قلت لها ان شاء الله غدوه ان شاء الله نجيب لك تبيخه التبيخه اللي تاكليها ان شاء الله بربي تبيخه تاكليها دونك منا تورناج دخلت العشيه وجدتها في الليل باسكو الشوفور قال لي بلي تاع تورناج قال لي بلي نجي بكري وجدتها في الليل طيبتها من بعد خليتها قلت دخلتها في الفريجيدار غدوه صباح عاودت جبتها الشوفور دار غوتار وانا نعيط وراه الشوفور قالوا لي بلي مام تورناج داروا غوتار باسكو علاه باسكو لا دام هذيك كانت رايحه تدخل لو بلوك ا 10 دو ماتان حنا روتارديونا باسكو انا هذاك النهار كنت داخله لو بلوك باش ندير لا سيكونس تاع لو بلوك قال لي ايزون ريبورتي جا شوفور جاني الشوفور على 11 جو مغافل ومن بعد جا انا نعاطي وكيفاش وهكذا وهكذا حطني في لوبيتال مصطفى طلعت نجي في لي زيسكالي بهذيك لا مارميت هذيك رحت نحوس جي با تروفي سا بلاص عرفت بلي زعما انا في بالي راهي مازالها في البلوك سقسيت هذيك لانفيرميير قلت لها وراه هذيك لا دام اللي دخلوها البلوك قالت لي ماتت ربي يرحمها قلت لها كيفاش ماتت تيتو قالت لي بلي لا باس بورتي لانيستيزي طاح كلش طاحت لا مارني اي بان سو جور لا جي با بي تورني ما قدرتش نتورني قلت لهم ما نقدرش سي امبوسيبل دو تورني اون ريبورت بور لو لوندومان هكذا كان الحال مي نقول لك حاجه قالت لي في راسي وكي نتفكرها كي نروح بيير ماري كوري دائما تجيني الصوره تاع الضحكه ديالها نهار قالت لي كي نشفى الضحكه ديالها وقالت لي كي تقول لي
كوراج سمعتني صورة انا نتورني في فيلم ويحسبت لها بلي انا لا مالاد توليت يعني كانت تواسي فيك ونتواسي فيا في زيادة. قلتي في كلمة في جملة صغيرة واش تقولي للمرأة اللي اليوم بالك عرفت باللي عندها سرطان في جملة؟ انا نقولها باللي هاد لا مالادي ماشي هي اللي تقتل سي المورال il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir la volonté pour combattre cette maladie. هذا ما كان. الحياة عبارة عن أرجوحة. الحياة أرجوحة إن لم تتمسك بحبالها جيدا تسقط في الهاوية. هل أرجوحة حياتك يا فيزياء أسقطتك في الهاوية سابقا؟ وي. احكي لي شوية. كاين صدق جيتي ما عندهاش بزاف عندها يوناني صدق الهاوية حبيت تقول صدق كيفاش سقطتني في الهاوية مشاكل خلينا نقولوا مشاكل كبار وي ولا خلينا نقولوا يعني خيبة أمل إحباط سيتي سا ما نكذبش عليك أنا ما نقدر نكره حتى واحد ميم واحد اللي ما يكرهنيش ما صدق اللي يكرهني ما نكرهوش باسكو سي سون بوين دو فيو يحبني ولا يكرهني ما عندي حاجه بصح ما نحبش واحد اللي ما في دو مال صدق دير فيا الباطل الوغ كو ما نستاهلش ولا شهد عليا شهاده زور وانا ما درتهاش ولا ما قلتهاش هذه اللي ما نحبهاش ومالغري صدق نعاود نولي معاك شي انا ماشي حقوديه نعاود نولي وشنو ما ننساش صرات لك مؤخرا يعني انسان كنت مقربه منه ولا كنت تعاملتي معاه على حسب معلوماتي يعني رفضتي في دور بسبب القيل والقال يعني وجهوا له كلام قالوا له انه فيزياء قالت عليك كذا وكذا ما قدروا نعرفوا شكون هو الشخص لا يكتفهم على الصراحه في لا خليها هذا الشخص اسم المنتوج السينمائي الفيلم ولا لا طيب معليش ما تجاوبينيش على هذه ولكن هذه لازم تعطيني اجابه من هي المنافسه رقم واحد لفيزياء توغورتي منافسه نعم بزاف معليش خيرين المنافسه رقم واحد اللي تقولي هذه نعتبر باللي عندها نفس المستوى تاعي معليش احنا على بالنا باللي كاين اعلى وكاين اقل بصح ما نهضروا على نفس المستوى يعني هذه كي توقف ونوقف يعني كاين توازن انت اللي تشوفي انه كاين توازن ما نقدرش انا نحكم بالك لو بوبليك يقدر يحكم مي انا ما نقدرش باسكو بالك تكون اقل مني ولا خير مني انا ما نقدرش باش يكون توازن جو سي با باسكو كل واحد عنده كاركتير ديالو وعنده صفات معليش بصح انا ماذا بيا تعطيني اسم ما حبيتيش تعطيني اسم مقبل ايه منافسه هذه يعني كما يقولوا منافسه شريفه ما كيش حاسدتها ولا كي غايره منها ولا ولكن تبقى في اطار منافسه الايجابيه بالك اللي تحفزك باش 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 فيزياء تواصل شكون هي المنافسه رقم واحد؟ صدق كاينه وحده لعبت معايا جي لي تروفي سبونتاني دون سي دون سي رول دون سون رول اسمها؟ سي عايدة عبابسة وكانت ضيفة في عايدة عبابسة يعني تعتبري انه عايدة عبابسة المنافسة رقم واحد لفيزياء توغورتي وي باسكو نقول لك حاجة اللي تي سبونتاني دون سون رول وانا كي لعبت معاها شغل جاب لي ربي شغل لعبنا ديجا اونسومبل صادجير شفت الموسيقى عندها النوتات تاعها هي كان سبونتاني تاك تاكو تاك تاكو تاك مادام تكلمتي على العفويه عاده ما والفنان نشوفوك انت وابرز وكل الممثلين يعني يمثلوا خدمته يمثل لكن في حياتك اليوميه وقتاش تضطر فيزياء باش تمثل في حياتها اليوميه في حياتي اليوميه وكيفاش باش نمثل هذه صعيبة تمثلي بزاف مش احنا ما نحبوش نقولوا للناس انتم تكذبوا نقولوا تمثلوا نكذب لكن دوك نقول لك وقتاش نمثل شفت
كنت كي انا كي نكون زعما مانيش حابه نروح هذاك هذيك البلاصه ولا يعرضوني ولا يعرضوني في كاش حصه دوك هكا حبيت نكشف روحي وي هكلا وي ولا يعرضوني زعما في كاش حصه ما نكذبش عليك قال عندي عرس خوت ماشي لا هذيك عرس تاع خوت هذيك ما نديرهاش شكون نقول باللي زعما ما نقدرش نجي راني مريضه ولا راني هكذا ولا ولا جو ولا باغ اكزومبل جو سوي لوان مانيش مانيش في تمثيل ابيض ايه فوالا سورتو دوك نقول لك انا حصه ما تعجبنيش ما نروحش ليها ما نكذبش عليك هي هاك تشكري فيا زعما باش ما نفوزيلكش ليه لا والو وحنا كي جيتي عندنا انا حابه انا شروق نتعامل معاها مفيش مشكل ما عنديش مشكل مليح مليح تما على جال الشروق ماشي على جالية معليش فيزياء معليش كاين ربي هم جايين لي كيستيون دوك لا 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 انا نقول لك شوف انا نعطيلك جلوبالمون ماشي نيرة ما جيتش معاك رياض اول خطرة اللي جبت معاك رياض انا اول خطرة استضفتك لكن هذا شيء شرفني كثير يسلمك شرف لي يا رياض مازال ما خلاص الحصة بدات هذيك تاع شكرا فيزياء ارجوحة الحياة يعني عادة ما تجبر الانسان انه يكون محاط باناس بيضاء اللون وناس سوداء انت جينيرالمون بمن باي لون محاطة اكثر من العالم الناس الابيض ولا الناس السوداء لي دو كوتي لي دو كوتي لكن لو تعطيني بورسنتاج ما نقدرش نعطيك بورسنتاج باسكو سا ديبون لو كومبورتمون تاع هذاك العبد مي البورسنتاج الكبير سي بوكو بلوس راني مع البيوضة ما تعاملتش بزاف مع يعني حتى انا كي كنت نبحث عليك ما صدتش يعني يا فايس مشاكل كبار ولا يعني حياة هانية حشيشة طالبة معيشة لا حشيشة طالبة معيشة فيزيو نعم انت انتقدتي بشدة طريقة والطرق اللي راهي تجرى بها او تجري بها الكاستينغات في الجزائر وي وي ما تعتبريش انه اختيار فيزياء توغورتي كان خطأ من بين هذه الاخطاء وإذا ما أنت ما اعتبرتيهاش أسكو اعتبروها أسكو قالت لك من قبل أنت يعني ما كانش من حقك أنك تكوني في هذا الدور يعني نحكي في كل في خلال كل مسيرتك نو جامي جامي باسكو شوف دوك نقول لك حاجة رياض أنا قبل ما صدق مام دي فوا يقولوا لي باللي الدور أن أعطينا لك دور فلاني هذا دور يليق بك نقول لهم نقرأ سيناريو وصرات لي بزاف حوايج الناس عطوني ادوار ورفضتهم وقلت لهم شكون يدير الدور مانيش 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 جو سوي با ايبوكريت ولا فاش دخلة هذه زعما في المحبه للناس بيان سور باسكو جو فوا جو فوا جو بو با دير بلي انا جو سوي اكسيلونت ولا حاجه خارقه على العاده باسكو كل واحد عنده الميزه تاعو نقدر نقول بلي كاين خير مني باسكو علاه كاين ادوار لو كان نديرو انا واحد اخرى تخرجوا خير مني وتغيري منها نو او كونترير ويغيروا منك الناس نو ما كاش كاع لي غير من فيزياء توغورتي نو ما انا يعني على كل حال ما نقدرش نعرف بلي صح يكونوا صرا ولا احنا يوميا نتلاقاو مع ناس اللي تحسدنا واللي تغير منا كيما نتلاقاو مع ناس اللي تحبنا وما بها تشوفنا ناجحين مي انا جو فوا لا ماجوريتي رياض انا ماني ما شوف هذيك الفئه القليله ما نشوفش فيها باسكو انا كون جو فوا لا ماجوريتي كو جي ان بوبليك اللي يحبني القليله هذيك ما نحش بها زياد قلتي هل فكرتي في ارتداء الحجاب ان شاء الله واو ان شاء الله لا 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 خممتي من قبل انا طرحت لك سؤال ماضي جاوبتي هو ان شاء الله تاع ما جاتكش في راسك من قبل كامل الفكره نو من قبل نو باسكو جو مو سوي دي في مجال السينما صعيب باش يتقبلوا وحده متحجبه وعلاقتك بالدين كيفاش راهي الحمد لله مليحه حاجه مليحه حنا نتمنوا اكيد نشوفوا فيزياء بالحجاب كي مش طايح لك سودايسي لا لا ولا هي فياندرا لو جور وين بنادم انا شايحين نخلدوا في هذا المجال هي فياندرا لو جور على كما يقول لك ربي يهدي من يشاء حمزه راه يقول لي بلي عنده حاجه واحده اخرى يلا حمزه تفضل ماشي تورنوفيس هذا الخطا نشوف واش زين تاعنا ميرسي حمزه الو
انا رياض دوك تقول لي وين جبت هذه المنقوشه؟ مصادري الخاصه. وشنو هذه؟ احكي لنا ما باليش يداوي يشوفها المخرج ولا. ايوه رياض احكي لي عليها فيزياء. انت تقول لي شكون جبها لك؟ بس معليش كيف خلاص قال لي انا غشاش نعطي له دراهم بون يصابها ما نرجعهالوش بس كون نعطي له دراهم يدوموندي لا سوم لي حب. احكي لنا على ليستوار تاعها. هاك جبت لي اليوم غير لي زيستوار اللي ما لازمش. هاك تشوف ما لازمش. لا لا احنا رانا في جلسه صراحه ويعني ما كانش حاجه تخبى. احكي لنا عليها. هذه المنقوشه عندها اكزاكتومون 14 سنه. الله يبارك. هادي عطيتها لي وحده حبيبتي كنا دي زامي فريمون انتيم تقدر تقول باللي خواتات. كانوا يعجبوني كان دايرتهم في ودنيها وكانوا يعجبوني بزاف عندهم ان ستيل. كنت نقولها وكان نصيب هكذا مناقش نشريهم نحتهم من ودنيها وعطتهم لي. وين راهي دوكا هادو؟ ماتت الله يرحمها. ربي يرحمها. فيزيو نطلب من المخرج خلاص ماكش هاتف كي خلاص طيب نجزنا. نطلب من المخرج يعطيني بعض الصور والفيديوهات واعطيني عليهم كلمات. C'est ma chanteuse préférée. في المشرق العربي. المشرق العربي. أصلا تغني أسفة لما تقولي أنت أسفة إيزيا. إيزيا ما خلاتنيش نكونسونتري ماني سعيد سيريو. لما تقولي أسفة إيزيا. أي 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 لما نقول أسفة كاين بزاف ناس اللي نقولهم أسفة. أسفة أسفة. مثلا. أعطيني اسم اليوم من خلال أرجوحة الحياة قولي له أنا آسفة. أفضل بالك جي دير أ مي زونفون آسفة. علاش؟ باسكو بالك قصرت في حقهم. علاش قصرت في حقهم؟ ما قعدتش معاهم بزاف بسبب؟ بسبب الخدمة ديالي وشغل شغل دوك كي كبروا ما حسيتش كيفاش كبروا. و جو في دير ا ما لاموكش بصح نو ما لامونيش. و جو في دير ا مامير اسفا باسكو مامير تحملت معايا بزاف حوايج. يلا نشوفوا الصوره المواليه. في مقال نشر على جريدة النصر يوم 2/4/2017 قلت لا أتذكر عنوان فيلم أول دور قمت به في حياتي. البعض قال أنه هذا من قلة احترافية فيزياء توغورتي. بما تردين؟ منو؟ دي با دي سا؟ أنا نشوفه. ها هي دخلت إلى عالم التمثيل صدفة سنة 2002 حيث أديت أول دور تلفزيوني في مساري في فيلم لا أتذكر عنوانه. الحوار هذا أنت درتيه فيزياء؟ وي دوك نقول لك علاه. باسكو الدور ديالي الأولاني سيتي لا فيغوراسيون. وأنا لم دوك عليك كي درت أون فيغوراسيون ما شفتش الفيلم باسكو علاه؟ دوك نقول لك سيتي كوا. باسكو يافي أون كوميديان اللي غلقت لهم التليفون. ومن بعد انا كنت جايزه شافوني عيطولي باش ندير دور صغير ما على باليش مام با العنوان ديالو وشنو. درت الدور ورحت وما على باليش العنوان وشنو. ما كنتش متفكراته الان. هو دوك نقول لك هو كان على بالي باللي الفيلم هو لعب فيه مصطفى العريبي كانت عنده مراه تجيب له غير البنات ما تجيبش الاولاد. وقال لها حلف فيها قال لو كان زعما تجيبي باسكو انا على حسب ما فهمت لي سواغ نهار درت الدور قال لو كان تجيبي الولد نطلقك. فوالا انا شفت مصطفى العريبي وكانت وحده سي اون بلوند هي دوكا اختفت عن الساحه الفنيه
مثلت وقيله يا ربي وقيله اي درت فيلم مع وليد محمد الياسة عبدو، دارت فيه معاه فيلم سيتي هذاك الفيلم اللي دارته مع مصطفى العريبي ودارته مع عبدو درياسة، ومن بعد ما زدناش شفناها. هذاك الفيلم درت فيه لقطة صغيرة بصح ما كانش على بالي وشنو هو العنوان. داكو، يعني فيزياء تقولتي لو تحط بك أرجوحة حياتك في إحدى الحقائب الوزارية وش تختاري؟ أي حقيبة وزارية؟ أنا بعيد عن السياسة ولكن ياس على وش على بالك وشنو؟ وشنو؟ وزير الثقافة؟ هاوي علاش؟ لازم. وإحنا عندنا علاقة وطيدة جدا بمشاهدينا الكرام، وكنا قلنا لكم بعتونا أسئلة باش نطرحوها على ضيفتنا الكريمة ونطلبوا من المخرج اللي كنت تقولي لهم دوك المخرجين. أعطينا أحمد العيش لينا الألجيريان تقول سلام لرياض والمتألقة فيزياء، هل جربت الغناء؟ من فضلك غني لي أغنية راكي حافظتها. والله يا حبيبتي والله ماني حافظتها. هم من الأسئلة اللي نحبهم، هذو هم اللي نحب يطرحوهم وكثروا منهم مشاهدينا. رياض يغني لكم هو اللي عنده لافوا. أنا ما عنديش لافوا، أنا مذيع، أنا خاطيني. أنا ممكن نغني باش نغني برك. أنت شوفي طلبت منك حاجة ما بلا لف ودوران. شوف رياض ما تكذبش على روحك، انا شفتك في انستغرام شاد سانتي وتغني. ها فرشي فيه انا باش نهار شفتوني نغني. يا خيري روحوا الانستغرام تاع رياض تشوفها شاد سانتي ويغني. من فيزياء جامي شفتوها بدربوكا تغني ولا بسانتي تغني. لا لا احترامي يعني الموسيقيين ولا لي شونتور، يعني ما عندي حتى مجال في الغناء. واش نغني لك؟ معليش يلا غنى غني لها في بلاستيك. قالت لك ليه ولا نخلوها في الكواليس تاعنا نغنوا لها ونبعثوها لها. ما كاش ما نعرفش. معليش هاي لينا ما عنديش لافوا. شوفوا مثليلي وانا بالك نقول لك. معليش هاي نشوفوا الرساله المواليه. سليم عاشوري 213 ويقول تقدر تقولي لنا شحال خلصوك في المسلسل اللي جاز في رمضان؟ هديه نا هذه ما حبيتش تغني، ما حبيتش تقول لكم. نو سي ان سكري سا. بين شحال وشحال؟ انا قلت شحال وشحال هذيك هي. اعطينا يا سيدي بالتقريب ما بين وبين. ما نقدرش نعطيكم بالتقريب. باسكو كان نعطيكم بالتقريب فوق ال 100 تحت ال 100. لا كان نعطيك فوق التقريب جاب لي ربي حتى واحد ما يجي ما يعيط لي نزيد نخدم. علاش تالمون دوموندي كاشي غالي بزاف؟ لا والله ماشي انا اللي محقوره بزاف ماديا. لا مش ندوموندي كل واحد. فهميني يا فيزياء والناس راح تفهم. دوك نقول لك كل واحد كيفاش يقدر روحه والعمل تاعه. لا مش انا قدرت روحي. الفن المخرج. المخرج يقدرك. قدروك صح قدروك مليح في ال نموت ونعرف الحقيقة. يلا نشوفوا السؤال الموالي. لا فايت سالو فيزياج جو فو سافوار كيل اج افيكو و افي كومبيان دونفون شحال عمرك وشحال عندك من هذه سهلة مالغري جامي قلتها جامي سألوني حصريا ولأول مرة من خلال فقرة أرجوحة الحياة شحال في عمرك فيزياء؟ J'ai 48 ans et j'ai deux garçons. Le kbir, il a 27 ans et le deuxième il a 14 ans. Allah ybarak. Mazalouna as'ila ou la Rabbi khliyhom lak inchallah. Pipo Valentino, atamanna an taraddi ala su'ali hal fakkarti fi i'adat az-zawaj ba'da wafati zawjik? Ana ba'd hana. Na'am la, na'am la. Je peux dire oui, parce que la femme qui تقعد وحدها c'est pas facile. فيزياء تقولتي هل أنت ضد أو مع تعيين ناخب وطني أجنبي لتدريب منتخبنا الوطني الجزائري؟ مينو. ضد أو مع؟ نو مي نو ماذا بيا لو ميور كي غان لو ميور اللي يجي يدرب الفريق الوطني. بصح أنا البروبليم راني نشوف ماشي في الفريق في المدرب. جاب لي ربي سي لي جوار باسكو علاه ايتون دوني يعطوا لهم هذيك لاسون كامل يا خويا وراهم يقولوا تاع شوف
انا جو فوا با ولا ان جوور يدي 300 فهمت علاش ما حبيتش تعطي لكم الكاشي تاعها في المسلسل ولا ان جوور يدي 350 في الشهر وانت تضاطي ثلاث شهور ربع شهور خمس شهور سبع شهور باش تديهم مينيموم يدو 350 تما راهم في المليح المهم هل انت ضد او مع زياره فلسطين بوضع الخاتم الاسرائيلي على جواز سفرك يا فيزياء كيفاش هل انت ضد او مع زياره فلسطين بوضع الخاتم الكاشي الاسرائيلي على الباسبور جامي دو لا في ضد بيان سور هل انت ضد او مع لجوء الافارقه للجزائر الافارقه كمالي وكذا اللي انا نشوفهم الايامات هذوما منتشرين بكثره في الشوارع الجزائريه هل انت ضد او مع؟ انا ضد يعني عنصريه انت؟ لا مش عنصريه جو بارل با دو سو سوجي هذا اني نهضر على بوكو بلوس لي مالادي باسكو في البلدان في هذا البلد لي بيي افريكان يا با مال دو مالادي وسكي في ولا دخلوا للجزائر راح يجيبوا لنا ماشي دي مالادي عدوى كبيره من جو سوي با راسيست انا مانيش نهضر ايطون لو كان باغ اكزومبل يخلوهم يدخلوا وينظموهم وينظموهم ويدخلوا ساجيغ يجوزوا عند لا طوبايت واش عليه بصح ولا خلاهم يدخلوا في الحدود هكذايا وجو جايين ويجيب معاه المرض ومن بعد هذا ينقل هذا هذا ينقل هذا وين انا رايحين هل انت ضد او مع فتح الحدود البريه بين الجزائر والمغرب بعيدا عن السياسه طبعا نا انا جو سوي بور باسكو ما نكذبش عليك انا حبيت روحي بطونوبيل اكثر انا ما عندي تا بروبليم على لي ماروكان جو لي زادور هل انت ضد او مع القمار؟ انا ضد القمار هل انت ضد او مع عمليات التجميل؟ انا ضد ما ما تخميش زعما ديريهم؟ نو نو با دي تو جي جامي درت في بالي حاجه وشنو حاجه وحده عملية التجميل نحب نديرها في اوتخ شوز باغ اكزومبل ماشي في وجهي وين؟ كاين باغ اكزومبل عندك كرش tu fais du sport ولا دير ريجيم ما تحبطش كرشك هذيك شوي داكور تحب تنقص الوزنيه اللي باغ اكزومبل عندك لحمه زايده فوالا شفت الدهون صاجي هذيك جو سوي بور مي في الوجه نو فيزياء تقولتي احنا كنت ضيفه خفيفه علينا في ارجوحه الحياه اسكو كانت كيفاش كانت قيمي هنا يلا تفضلي معي الباص معليش تصورنا يا حمزه يا احمد ما منتعطينا لقطه شابه تخي بيان اذا كما قلت لكم مشاهدينا ابعثوا لنا عبر هاشتاغ بعيدا عن السياسه وكتبوا خلوا اسباس صغير وكتبوا شخصيه لكم حابين تشوفوها حاضره معنا وحنا طبعا راح نجيبوها لكم شكرا لك فيزياء في الاخير مشاهدينا نقول لكم الحياه ارجوحه ان لم تتشبت وتتمسك جيدا بحبالها وتفرح تسقط في الهوية ونزيد نقول لكم كذلك أنه المحبة والاحترام يولدان الارتقاء لذا نقول لكم خلونا نتحبوا في الله وخلونا نرتقي سلام تلقوا الأسبوع المقبل